السلام عليكم ورحمة الله. كلمتان للصبر على أعظم بلاء مهما كان. والله أيها الأحبة، ما سنسمعه اليوم في هذا الحديث النبوي وهذه الآية القرآنية يعينك على أكبر بلاء مهما كان. القضية أيها الأحبة ليست البلاء، وليست كثرة الهموم، وليست المشاكل، وليست نقص الأموال، وليست الضائقة التي يمر فيها الإنسان، لا. القضية تنبع من داخلك أخي الحبيب. كيف تنظر إلى ما يحدث معك؟ هناك الكثير من أغنياء العالم لديهم هموم أكثر من الفقراء. وإذا أحببت اسأل أي إنسان لديه الكثير من المال، سيعدد لك مئات المشاكل والهموم والالتزامات. منهم من لا يستطيع النوم إلا بهذه الأقراص المهدئة، ومنهم من يشعر بالتعاسة، ومنهم من يعاني من اكتئاب. إذن القضية ليست قضية مال أو مرض أو رزق أو هم أو غير ذلك. القضية أنت كيف تنظر لهذا الأمر. أنا سأعطيك هذا الحديث النبوي العظيم الذي سيريحك كثيرا وسيعينك على الصبر على البلاء مهما كان. تذكر معي المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشكو بلاء عظيما وقع بها، ألا وهو الصرع، وهو بلاء عظيم. الإنسان يفقد إحساسه بالواقع، يدخل في نوبة من يعني يدخل في مشكلة حقيقية، يصبح عاجزا عن التحكم في نفسه، معروفة نوبات الصرع، أعاذنا الله وإياكم منها. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلبت منه أن يدعو الله أن يكشف عنها البلاء؟ بكل بساطة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدعو لها، ودعاء الأنبياء مستجاب كما نعلم، ولكن انظر معي، حلل معي هذا الموقف أخي الحبيب. كيف نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى البلاء؟ أريدك أن تنظر للبلاء مثل نظرة النبي، لأنه هو أعلم مني ومنك بهذا البلاء، هو الذي علمه الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. سبحان الله، ما علاقة الجنة بموضوع الصرع؟ امرأة تشكو للنبي مرضا ألم بها، يقول لها اصبري ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. طبعا المرأة بلا أي تردد مباشرة اختارت الجنة. طب لماذا؟ سأقول لك أخي الحبيب. كل واحد الآن يسمعني، تذكر أو فكر الآن، يعني هذه تجربة عملية أحب أن أطبقها معكم، وأنت تستمع إلي الآن فكر بأعظم بلاء تتعرض له الآن ولا تجد له حلا. قد يكون مرض أو ضائقة شديدة أو مشكلة عظيمة أو بلاء في زوجة أو زوج أو ابن عاق، أنواع البلاء كثيرة. فكر في أعظم بلاء أنت الآن تمر به. تذكر معي كيف أن هذا الحبيب حضر إليك في المنام. نسأل الله جميعا أن يرزقنا رؤية حبيبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، لأنه هو القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقا.
وشكوت حالك لهذا النبي العظيم في المنام، وقلت له: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يكشف عني هذا البلاء، وتذكر له بلاءك. وتصور معي ودقق، أنا أريدك أن تتخيل بصدق أنك تشكو حالك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تقف بين يدي وتقول له: يا رسول الله، أدعو الله لي، ويرد عليك كما رد على هذه المرأة ويقول لك: اصبر ولك الجنة، أو أدعو الله لك. خيرك بين احتمالين. والله أنا حسب ظني أن كل إنسان يحب هذا النبي سينسى بلاءه في هذه اللحظة، وسيكون في أجمل إحساس أن النبي يتعهد له أن يدخل الجنة ليكون رفيقا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ستنسى البلاء تماما كما نسيته هذه المرأة، لأن البلاء مهما كان أخي الحبيب، أنت عندما تكون في مثل هذا الموقف أمامك جنة عرضها السماوات والأرض، ومن الذي يتعهد لك؟ هو النبي، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أن تضمن الجنة أفضل أم أن تشفى من مرض أو بلاء أو تحل مشكلة أفضل؟ لا طبعا الجنة، لأن هذا البلاء أستطيع أن أصبر عليه لأنه سينتهي بالموت. كل أنواع البلاء مهما كانت آخرها الموت، ولكن الجنة لا تعوض. بالله عليك أخي الحبيب، ركز معي فقط لعشر ثواني وأجب أنت عن هذا السؤال. إذا كان هذا حالك وحال المرأة التي فضلت الجنة على البلاء وصبرت، وأنا واثق أنك ستصبر على البلاء لأن النبي هو الذي تعهد لك بالجنة، إذا كان هذا حالك والذي تعهد لك بالجنة هو النبي، فكيف إذا تعهد لك بالجنة رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ وبشر الصابرين، هاتان الكلمتان اللتان نغفل عنهما كثيرا للأسف في هذا العصر. عصر الإعلام طغى على عقولنا، الأحداث العالمية طغت، الانشغال بالدنيا طغى على كل شيء، ونسينا لقاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك أي هم يصيب هذا الإنسان يظن أن كل هموم الدنيا في رأسه، حتى الأمراض البسيطة التي يصاب بها الإنسان يظن أنه هو أعظم بلاء من كل الناس، لأنه لا ينظر إلى مصائب غيره. الله عز وجل يقول لك: وبشر الصابرين. طيب الصابرين على ماذا؟ أنا أريدك أن تجيب أخي الحبيب، الصابرين على ماذا؟ على كثرة المال، على الصحة، على العطاء، يصبر على كثرة الطعام والمال والهدوء النفسي مثلا؟ لا، الصابرين على الهموم، على المشاكل، على الابتلاءات، على الأمراض، على النقص. لذلك أين جاءت هاتان الكلمتان؟ في سورة البقرة، اقرأ معي. ولنبلونكم، إذن من صاحب البلاء؟ هو الله. بما أن الله عز وجل هو صاحب البلاء، إذن الله لا يختار إلا الخير، هذا رقم واحد. ولنبلونكم، نحن الله يعني، بشيء من الخوف. عصرنا هذا أنا يمكن أن أسميه عصر المخاوف من المستقبل، كلنا نخاف ما الذي سيحدث غدا،
سبحان الله، هذا الإحساس سيطر على الكثيرين، مع العلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأن الإنسان هو عبارة عن مجموعة من الأحاسيس. قد تجد إنسان يعيش في حرب ودمار وتجده سعيدا أكثر من إنسان يعيش في قصر مثلا. فالقضية تنبع من الداخل، وهذا الكلام على فكرة قالته جامعة هارفارد، أن السعادة هو إحساس داخلي ليس له علاقة بالمال والشهرة والأشياء المحيطة بك، إحساس داخلي يتعلق بنظرتك لهذا الأمر، كيف تنظر لهذا الأمر. فما دام رب السماوات والأرض يقول لك ولنبلونكم، يعني هو صاحب البلاء، إذن الله لا يختار لعباده إلا الخير سبحانه وتعالى، بشيء من الخوف والجوع، يعني ضائقة اقتصادية، الخوف الناتج عن حرب عن ظلم إلى آخره، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قد تفقد إنسان عزيز عليك، قد تبتلى بفقدان ابن أو أخ أو زوج أو زوجة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ماذا قال لك بعد ذلك؟ وبشر الصابرين، كلمة وبشر الصابرين. طيب بماذا يبشرنا الله؟ طبعا لا شك بالجنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت هذه المرأة تشكو حالها، هو لخص لها هذه الآية الكريمة، هو طبق هذه الآية عمليا، بشرها بالجنة لأنها ابتليت بالصرع، فبشرها بالجنة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. طيب من منا لم تصبه مصيبة في حياته؟ من منا ليس لديه هم؟ وعلى فكرة المؤمن أكثر بلاء من الكافر، خذها قاعدة، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. الكافر تفتح له أبواب الدنيا، تجد الشهرة المال تفتح أمامه أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون يائسون والعياذ بالله. فدائما عندما ترى إنسان مبتلا يقول الحمد لله ويصبر، أعلم أنه من أهل الجنة، وأعلم أن الله يحبه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مباشرة يتذكر أن الله هو الذي ابتلاه بهذا البلاء، ولا يكشف هذا البلاء إلا الله، وأنه بالنتيجة سيعود إلى الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت هنا بشرك الله بالصلوات والرحمة والحفظ والهداية، وفي النتيجة بشرك بالجنة. طيب بالله عليكم، من يعني أي إنسان عاقل يترك الجنة ويختار الحياة المرفهة الخالية من البلاء وعلى حساب الجنة؟ طبعا لا يفعل هذا إلا إنسان غافل بعيد عن الله،
غافل عن الآخرة. لذلك أيها الأحبة، دائما أخي الحبيب تذكر هذه الآية وهذا الحديث. يعني أنت إذا أصبت ببلاء مهما كان نوع هذا البلاء، فورا قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وتذكر هاتين الكلمتين وبشر الصابرين، وتذكر البشرى التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عندما بشر هذه المرأة بالجنة، وتصور أن هذا النبي كأنه الآن يبشرك بالجنة بشرط أن تصبر على هذا البلاء. هذه الحالة النفسية التي أنت فيها الآن هي ستنسى البلاء، ستعينك على الصبر على البلاء مهما كان عظيما. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما ابتلانا به، وأن نكون جميعا إن شاء الله من أهل الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.